ازيكم؟ عامل ايه؟ معاكم زيزو. ممكن ازيزوين النهارده شويه بهوريكم حسابي في فورتنايت والحاجات اللي فيه والسكنات وكل حاجه، وكمان شويه هقول لكم شويه كلام مهم وهرد على كل الاسئله اللي انتوا سالتوهاني تقريبا مده شهر شهرين مش فاكر قد ايه، بقى لنا كتير ما وردتكوش او ما قلت ما ردتش على الاسئله يعني. فالنهارده شباب هنعمل كل ده وهقول لكم كمان شويه كلام مهم كده، ويلا بينا نبدا ونشوف اول حاجه الحساب. يلا بينا. اولا كده يا شباب زوروا، بس قبل ما ندخل نشوف الحاجه دلوقتي. انا كنت عامل الشاشه كامله زي كده، بص هوريكم ازاي عاوزين تشوفوا. وفي ناس اتضايقت من الحكايه دي ان انا كنت عاملها كده، كنت عامل الشاشه كده. ايه رايكم كده احسن ولا كده؟ بصوا ولا كده، انتوا تحبوا ايه اكتر؟ ان انا صورتي تبقى على جنب كده في حته سودا واللعب على جنب، ولا تحبوها كده بالطريقه دي مش كويسه قوي؟ فانتوا قولوا لي في التعليقات، عشان وهحاول برضو اخليها لكم شاشه كامله من غير ما يبقى فيه برضو اي بوظان ولا اي حاجه، تمام؟ بس يلا بينا، بس خلينا على الوضع اللي احنا فيه ده دلوقتي كده. تعالوا ندخل ونشوف اللعبة عاملة ايه. وبصوا يا شباب، اول حاجة السكنات دي، كل السكنات اللي عندي. سكن ده مش عارف ايه اسمه، ايه وولفرين، جروت، مش عارف الشخصية دي ولا دي اسمها ليزا ولا اسكا ولا عارف. وده وايرون مان، دكتور دوم، مانكيك، مش عارفين ده وده وده، معرفش في اسامي مش عارفها بقى فاعذروني يعني. والبيكاكسات، بصوا بقى، بصوا تعالوا نشوف الشنط. ايه الشنط يا جماعه؟ شنط من السيزون الثالث لحد الشابتر الثاني، السيزون الثالث الشابتر الثاني لحد هنا، لحد السيزون الخامس الشابتر الثاني، تمام؟ ادي ده وده 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 والجمجمه دي. لا هو ليه بيحفظ؟ بص بصوا ده وراح فين، مش باين، هو شايفين ورا. والكيوت ده كتكوت على السود. بصوا بيرقص ازاي، بصوا ودي 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 ودي. وعندنا ده بتاع العدالة، ورينا كده اهو بتاع العدالة اهو. وده بتاع سور، ازاي دكتور دوم يلبسه؟ ازاي. وعندنا ده بتاع البوت الميت، فاكرينه كان بيقعد يطلع اصوات كده الله، وفي الاخر ولا عمل اي حاجه سبحان الله، فاكرين؟ فبنقول بقى ده هيواجهوا اي دكتور مش عارفين ده ده اسمه ايه، جالاكتوس ده، ما هيقول هيقوم وهيقابلوه، ولا عملوا حاجه ولا شفناهم في الحدث ولا شفناهم، اختفوا كانهم حاجه لا تذكر. وده والشنطه دي من السيزون الثالث، ودي من السيزون الرابع، والقرد دي معرفش مناسبتها اساسا. والشنطه دي بتاعت المانكيت، وعندنا دي بتاعت الغاز بتاعت التنفس، ودي بتاعت الشخصيه دي مش فاكرها مش عارف اسمها، والشخصيه دي برده مش عارف اسمها، بتاعت الشخصيه الثانيه دي مش عارف اسمها. وده لفه هدايا. اوكي عندنا بقى السكنات، ده اسمه ماندالريون ماشي. وعندنا ده البريديتور، انا نسيت اوريكم البريديتور ده المختلف، انا خدت السكن على فكره. دكتور دوم، جروت، جينيفر وولترز، اوكي اسمه صعب، ميستيك، وده ستورم، وعندنا سور، عندنا توني ستارك او هو ايرون مان يعني، وولفرين، كوندور ليكسا، اوكي مانكيك، ميف، وعندنا اخر حاجه ريز. اوكي على فكره بريديتور ده هو السكن الوحيد اللي عندي الذهب الليجندري. اوكي وعندنا بيكاكسات بقى، عندنا بيكاكسات اكتر من السكنات. عندنا بتاع البريديتور اوكي اهو، وعندنا بتاع اسمها ايه ميستيك دي، وعندنا بتاع جروت، بتاع جينيفر،
وعندنا بتاع اسمها ايه دي الستورم، وبتاع اللي اسمه ايه ايرون مان، وبتاع صور اهو ماشي، ودكتور دوم اهو، وبتاع السكن اللي هو الوحش ده، وده من السيزون التالت اخدته مجانا. انا في السيزون التالت مشتريتش باتل باس اساسا، تمام؟ عشان كده معنديش سكنات من السيزون التالت، عشان مشتريتش باتل باس. كنت ساعتها مبتدئ، ده كان السيزون التالت، ده اول سيزون العبه في حياتي، فكنت لسه مبتدئ ما بعرفش العب، فما كنتش اعرف السيزون في حاجه اسمها باتل باس كده، غير في السيزون بقى الرابع واحد من صحابي قال لي عليه كده يعني. وهنا ده الفروستي، ده هديه من كان بيقول ادخل كل يوم وتاخد هديه شكل، فده هديه من الهدايا. وده بتاع مان كيك، ده الفاز ده، ولا البندقيه اللي فيها سكينه، وده من السيزون التالت اكتر فاز بحبه، معرفش ليه، اصل تحس كده ان هو سلس بيضرب بسهوله كده. ده بتاع الهالوين اللي فات في السيزون الرابع الشابتر التاني طبعا، ده هو حلو برضه، كبير كده ضخم. وعندنا ده بتاع الشخصية دي نسيت برضه اسمها تاني، اوكي. وعندنا ده بتاع كوندور، بتاع كوندور، وده بتاع السيزون الاول بس هما ادوهالنا هدية من ايبك جيمز. الفاز ده بتاع السيزون الاول ماشي، من ايبك جيمز هدية، ببلاش السيزون الرابع. ده بقى برضو في السيزون الخامس اللي هو اللي كان بيقول برضو سجل دخول وتاخد هدايا شكلي، برضو البيكاكس ده كان من الهدايا الشكلي. وده بقى اللي هو اي حد، ده الديفولت بقى، الفاست ديفولت عند اي حد عادي، اوكي. هو ده بس من كده يعني، اوكي. الرقصات عندي لا تعد ولا تحصى. ده بص من اول هنا، عندنا ده وعندنا ده وده وده وده، اوكي، وده وده وده، كتير كتير كتير. بص هنشوف الرقصات، مش معنى شعب الحاجات اللي جنب دي دول ماشي. عندنا ده اخترار، وعندنا هذا ده البيبي بيكيو، بس هو مش باين بيطلع فوق، معرفش بيطلع فوق بيروح فين ده. في جلتشات دي الرقصة بتاعت الديفولت، معرفش دي رقصة الديفولت ولا ايه، صح؟ يا ما حد يقول لي في دي رقصة الديفولت ولا رقصة بتتباع بفلوس، انا معرفش ازاي جات لنا بس معرفش. ده بتاعت السيزون اللي احنا فيه ده ماشي، ينفع تمشي بيها، دي معروفة دي بس بيقول لك ان هي بتاعت الناس بتوع السيزون التالت، ازاي؟ انا نفسي افهم، ما اعرفش. وعندي دي اشتريتها ب200 بس خايبة. ودي ايه برضو، ما اعرفش في حاجة. انا في السيزون التالت ما كنتش عارف حاجة انا صراحة. دي برضو اشتريتها، اتعملت في السيزون التاسع، ودي اللي هي بتاعت الهالوين، اوكي. لحظة انا مش مبين لكم صوت اللعبة، يلا الغباء كده، تمام كده، اوكي. وعندي دي نسمعكم بس صوت الموسيقى اللي انتوا سمعتوهاش. بصوا بقى دي يا جماعة، حد يقول لي دي بتاعت السيزون اللي فات، معرفش ولا هي ديفولت ولا هي ايه بالظبط. يا جماعة كل الحاجات دي معرفش، انا بتاعت كل حاجة بتاعت السيزون التالت انا معرفش عنها حاجة، معرفش ولا كانت ازاي ولا عمل ايه ولا ايه اللي حصل ولا ازاي، اوكي. وعندنا ده يا رب بس ما يكونش فيكم برايه. وعندنا دي بتاعت عيد ميلاد فورتنايت التالت، بيو فرقعت في وشه، ايوه دي الديفولت، دي الديفولت معروف، دي شباب معروف ان هي بتاعت الديفولت اللي هي دي ماشي. انا بس حفظتها، مش عاوز احفظ، اوكي. دي بتاعت الديفولت،
واشتريت دي برضو ب200. بعيط معلش متعيطش. والالوان بقى اللي هي الاغلفه، الغلوفات، الاغلفه كلها بتاعت الباط الباس، بس في حاجات مش بتاعت الباط الباس زي دي. بص بص يعني في حاجات بتاعت السيزون التالت ما اعرفش هي جت منين ولا ايه اللي حصل. هوان كل اللي باللون الاحمر دول بتاع السيزون الرابع، نشوفهم نشوفهم. بس دول في السنايبرات. اوكي. دول بقى دول كلهم بتاع السيزون الرابع، تمام، اللي هو بتاع ايرون مان او جالاكتوس او كده عموما. وده بتاع السيزون التالت انا فاكره كويس، في فيديو ركبت فيه طيارة هليكوبتر ظهر فيه. وفي ده جه منين الله اعلم، معرفش جه منين. لا ده ماشي، ده جه من ده في السيزون الخامس. اوكي السيزون الخامس زي السيزون بتاع. اوكي دلوقتي وعندي ده برضو. اوكي ده وده بيحفظ ليه؟ ليه بيحفظ؟ بس انا معاكم غباء. وده بتاع اللي اسمه بتاع الهالوين، كان كل الناس نفسهم يجيبوه بس انا جبته عادي يعني. واللودنج جيتس والرودنج سكرين عندنا هذا وهذا وهذا وده 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 صح، ما وريتلكوش المظلات دي او اللي هي الشمسيات ولا الجلايدرز. عندنا ده بتاع الشخصية دي اللي هو الأجنحة دي، وعندنا بتاع دكتور دومز، وعندنا هذا بتاع ستورم، وده بتاع ايرون مان، وده بتاع ثور، وده بتاع جروت. وعندنا ده بقى ليه كذا ستايل لكذا شخصية، لكل بقى الشخصيات اللي ملهاش اي حاجة. ده حتى ده ايرون مان تقريبا صح؟ حتى ليه في الايرون مان لكل الشخصيات يعني بتاعت السيزون الرابع. اوكي وعندنا ده بتاع شخصية ال طير واحد، ده بتاع الشخصية اللي انتوا عارفينها، وده بتاع كوندور، شخصية كوندور، ده بتاع مان كيك يعني. اوكي وده بتاع الشخصية اللي انا بنسى اسمها دايما، أليكسا. وده بتاع مظلة الفوز بتاعت السيزون الرابع، مظلة الفوز بتاعت السيزون الرابع. ودي مظلة الفوز بتاعت السيزون الخامس اللي احنا فيه، ودي مظلة الفوز بتاعت السيزون الثالث. اوكي ودي الديفولت، ودي الديفولت برضو، دي ديفولت، دي ولا بألف تعمل في سيزون كام ولا اي حاجة. اوكي دلوقتي بقى نروح اكلمكم واقول لكم اصبر. دلوقتي يا جماعة اوريكم انا وصلت لحد الليفل كام. دلوقتي انا في الليفل 73، الليفل الجاي هبقى في الليفل 74، وانا معايا 1000 في باكس. ونشوف نروح ناخد لفة في الايتم شوب كده. ايه ده اضافوا عندنا سكنات جديدة، حلو. بس كده عندنا سكن كايرا، عندنا هو ده السكن مع الشنطة بتاعته، جميل، ب1200 في باكس. اشتروه بسرعة وحط الكود بتاعي، مش ده طبعا اللي حطه ده هنا، حط الكود بتاعي يا جماعة ZDG1945 وتمام واكسبت وكده. تروح بقى تشتري اي سكن براحتك. وسمعت ناس بيقولوا ان انت لو حطيت الكود ده قيمك هيتحسن شوية يعني، تمام، يعني انت لو قيمك مش كويس قوي احطه قيمك هيتحسن. وعندنا هنا سكنات الجنود ب800، ينفع اشتريه. وعندنا ده برضو اللي هو ستيف بس الجندي برضو، وعنده سيلات ايه ده وده والله كل الاثنين السكنين كده. اوكي السكنات النارية ولا الوحوش دول الشياطين. الدفع عندنا ده اوكي ب1500 اللي ما يحط كود يا معلم. وعندنا ده اوف اول مره اشوف الحاجات دي، التنين ده واو
عندنا دي اوكي شيطونة، وعندنا السكينة دي الحامية اللي بتولع نار، وعندنا الديكاكس بتاع الغول، وعندنا ده البتاع ده اوكي، وعندنا الشجون شجون، عندنا ده الفارس الياباني ولا الساموراي، اسمه ساموراي صح، وده السكينة بتاعته ولا السيف البيكاكس يعني، وده برضو، وده بس ما نصحكوش بيه، ده أفخم كده يعني. عندنا سكينة ده باور تشورد، ودي الشنطة، وعندنا سكن لادة كله اللادة اوكي ممكن اشتري دلوقتي وادلع نفسي اوكي، وعندنا ده برضو الرقصة دي اتضافت، بس يا رب ما يكونش في كوبي رايت، بس انا همشي، وانا طبعا شاري دي من زمان من زمان، بس هي اتضافت تاني، ودي برضو عندنا موجودة ماشي. سكنت الكورة في الاهلي، ثانية بس، في الاهلي هنا، في الاهلي ولا مفيش؟ مش كده، مش حاطين الاهلي بس، حاطين كل الاندية، انا مش حاطين الاهلي، مش حاطين، بس في ثانية، في ده ما اعرفش، في روما، وفي مش مهم، انا ما اعرفش حاجة عن الاندية انا خالص اوكي. طب هنا في الستايلات دي في فيش اوكي، وعندنا هنا ده شجع شجع يا معلم، عندنا ده بيلعب بالكورة، اه ده هيرقصني هيرقصني بالكورة، اوعى تجيب فيا جون اوكي، وده ده كريستيانو رونالدو، ده محترف في الكورة اوكي، وهنا كارت احمر، طرد عندنا، بصوا لايك يا حبيبي اللايك وعندنا حزمة دي اشتروها اشتروها، بس الكودي بكودي ها، والسكينة الصغنونة دي اوكي، وعندنا الحزمة دي ب 2000 في بوكس، نشوف بقى الايتمات اللي فيها، عندنا ده بيتغير طبعا، وعندنا ده بيتغير، وعندنا ده بيتغير طبعا ماشي ماشي، وعندنا ده برضو ب $4 بيدي 600 في باكس، مع الشنطة والفاس الألماسي، شنطة وشنطة ألماسية والفاس الألماسي والدرع الألماسي بتاع 10 مليون ده أنا مكتوش، وحزمة الجوكر ب $30 أوف ليه يا عمي، بس فيها كام بتاع، ده فيها كتير يا عمي، ده فيها فاسات وأكسات، تعالوا بص ده فيها الجوكر، وفيها بنت الجوكر ولا ده، ده شريرة دي ماشي، وعندنا ايرون مش عارف مين، اوف ده بيتغير كمان، اسمه ايه، مايدس، ايرون مايدس، وعندنا هنا شجر، وعندنا ده اصبر بس عشان نشوف الشجر ده اللي. وهنا ده اللي ده هو بتاع الجوكر ماشي ماشي، وده افتح ده اوف واللي شجر اوف عصاية الجوكر عندنا الجوكر، وعندنا النزلة بتاعت الجوكر، ونلعب يا معلم ماشي كده، يبقى شفنا حزمة الجوكر، وطبعا ممكن تزودوا 25 ليفل عادي، وهي بقى الفورتنايت كاريو كرو، هتاخدوا السكن ده مع ده تمام، مع 1000 في بوكس، ولو انتوا مش مشترين باتل باس تاخدوا باتل باس تمام. دلوقتي يا شباب عاوز اكلمكم في حاجه مهمه جدا، والحاجه هي كالاتي، ان يا شباب في واحد سالني بيقول لي الصوره ليه وحشه، فانا وريتها لكم في اول الفيديو تمام، وشكرا يا شباب لاي حد دعمني او بيقول لي كلام حلو في التعليقات، يعني مثلا واحد بيقول لي احنا معاك للاخر، بتدعموني يعني بالمعنويه الصراحه يا جماعه، ده بيدعمني جدا، انتوا متعرفوش قد ايه بتفرحوني يعني كده فاهمين، وكمان انتوا شكلكم متعاطفين جدا مع بوبو فنعمل له فرصه تانية ما تخافوش، هيبقى ليه فرصه تانية،
وهنحاول بقى نفوزه كده وفي هيبقى في ليه هدية، هيبقى ليه هدية. تمام بصوا يا شباب، الكود استعملوه تمام عشان هتدعموني، ولو عايزين تدعموا القناة ماديا يا جماعة ادعموا براحتكم، واللي مش عايز يدعم براحته، مش غصب عنكم يعني لازم تدعموني بفلوس يعني. عموما الرابط تحت، وقناة بوب برضو هتلاقوها تحت، وقناة التانية برضو للبصوص المباشر هتلاقوها تحت في الوصف، كل حاجة اللي انتوا عايزينها في الوصف، الفيسبوك في الوصف لازم معرفش، بس هتلاقوا كل حاجة في الوصف يعني. فاللي عاوز يبعت لي اي حاجة، اللي عاوز يكلمني روحوا وصفحة الفيسبوك تابعوني عليها، ممكن انزل فيديوهات قصيرة عليها يعني كده اقول لكم فيها ايه اللي حصل، هنزل بكره فيديو ولا هنزل امتى، ولا اسالكم عن رايكم في الحاجات. تمام فاللي عاوز يبعت لي او يتابعني على الفيسبوك، صفحه الفيسبوك تحت روح زيزو جيمنج. وكمان خليكم يروحوا اشتركوا في قناه التانية للبصوص المباشره، عشان ممكن في اي وقت اعمل بس مفاجئ، معرفش انا ما مش هعرف انزل فيديو هنا واقول لكم يا جماعه روحوا قناتي التانية في بس مباشر والقصه دي ماشي، عشان ممكن اعمل الساعه 2 بالليل، الساعه 11 الصبح، الساعه معرفش، ممكن اعمل في اي وقت في اي فرصه اعرف اعمل فيها هعمل، مش ممكن فجاه كده بسرعه اعمل بس وكده مش هتلحقوا. فانتوا يعني روحوا هناك اشتركوا في عزر الجرس عشان لما يجي لكم اشعار تروحوا بسرعه بس تشوفوني اقرب وقت ممكن. وده شباب كانت كل حاجه كنت عاوز اقولها لكم واتكلمت معاكم وقلت كل حاجه ويا شباب وكده يعني. تمام قناتي في التويتش تحت، روحوا برده تابعوني فيها، اعملوا لي فولو، وشكرا لكل واحد عمل فولو، في ناس كتير قوي عملت لي فولو هناك وانا مش بعمل حاجه فيها، شكرا لكل واحد عمل لي فولو، شكرا للمشتركين، شكرا للي بيكتبوا لي تعليقات حلوه، شكرا لكم كلكم، شكرا ل 249 مشترك وممكن دلوقتي يبقى 250 ما اعرفش، شكرا لكم كلكم، شكرا 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 ويلا سلام.